commission that resulted in his death. I have some prepared remarks, and then I'll take a few questions on the raid at the end. Let's get the first slide. أنا كنت مسؤولا عن العملية التي نفذت ضد أبو بكر البغدادي، وسأقدم لكم هذه الإحاطة. بعد ذلك سنسمح لكم بطرح الأسئلة. بعد تلك العملية التي نجم عنها قتل إرهابي قتل الكثيرين في سوريا والعراق، كان البغدادي هدفا ذا أولوية بالنسبة للقيادة الأمريكية المركزية؟ كان هناك عمل مكثف من أجل محاسبة البغدادي، وكان هناك العديد من الجهود الاستخبارية، ونفذنا خطة من أجل القبض على البغدادي أو قتله. وأنا أحاطت القيادة الأمريكية على الخطة. كان هناك تصديق من وزير الدفاع إسبر حول الخطة في 25، وبعد ذلك تم تنفيذ الخطة التي كانت قد وضعت. الخطة التي وضعناها كانت تقوم على 3 مراحل. أولا، كان هناك مركب للأبنية كان يقبع فيها البغدادي، وكان هناك خطة للقبض عليه أو قتله. وهذا المفهوم يبدو واضحا وبسيطا، ويمكنني أن أقول لكم إنه معقد وليس سهلا، لأننا كنا نهدف إلى أن نتفادى أي رصد من قبل السكان في المنطقة، وكذلك كنا نريد أن نتفادى أي ضحايا في المدنيين. يمكن أن أقول أيضا أن هناك بعض الافتراضات التي كانت لدينا بأن نجد الكثير من الأطفال في الموقع، موقع وجود البغدادي. نسقنا مع تركيا ومع روسيا من أجل أن لا يكون هناك اصطدام، وأن لا يكون هناك أي حسابات غير دقيقة. وبعد ذلك أنا طالبت بتنفيذ العملية، وخلال اليوم بكامله كنت أنسق بشكل متواصل وعلى مدار الساعة مع البيت الأبيض ومع رئيس ترامب. هنا نرى هذا الموقع، هذا المركب الذي لا يبعد إلا نحو 7 أو 6 كيلومترات عن تركيا وعن الحدود التركية السورية. كنا قد سجلنا بأنه في البداية ربما كان يوجد في المنطقة الحدودية السورية العراقية، لكن المعلومات الاستخبارية أبرزت أنه كان يوجد في هذه المنطقة في إدلب التي كان يسيطر عليها القاعدة. ولذلك يمكن أن نقول أننا استخدمنا الطائرات المروحية، طائرتين مروحيتين أساسا، وكذلك طائرات مسيرة لتنفيذ العملية، وقبل التنفيذ برصد الموقع بدقة. هذه عملية إطلاق نار التي نفذتها قوات دلتا، قوات النخبة. هذا فيديو يبرز القوات، قوات النخبة دلتا، وهي تقترب من المبنى. كان هناك بطبيعة الحال حرص على ألا يكون هناك مشي على الألغام وتفادي أي تفجيرات، وكان هناك صحب للأطفال من داخل المبنى، وكان بطبيعة الحال حرص كبير على حماية
المدنيين وحماية أي دروع بشرية قد تستخدم في المركب. وبطبيعة الحال كان هناك مطالبة لمن هم موجودين في الموقع بالاستسلام، وتم تجاهل تلك النداءات. وبعد الاشتباك في داخل الموقع وجدنا البغدادي مختفيا في نفق، وبعد ذلك ونحن نلاحقه أخذ أطفالا معه، 3 أطفال، وفجر سترته الناسفة. وبطبيعة الحال هذا التطور نقل إلى قيادتنا المركزية. 4 جرحوا وشخصين قتلوا بمن فيهم البغدادي، بالإضافة إلى 2 آخرين قتلا بعدما أخذهما البغدادي. أحد الأطفال كان قد حمي من قبل قواتنا، وأطفال آخرين نقلوا من الموقع لحمايتهم من القتل. بعد ذلك تم إخلاء النفق من ذلك الرفات لإجراء الفحوص اللازمة، وتمت العودة إلى مركزنا. ورفات البغدادي دفنت في البحر خلال 24 ساعة بعد مقتله. وكذلك بعد أن تم تأكيد هوية البغدادي عبر فحوص الحمض النووي، كما قلت تم دفنه في البحر. وبعد ذلك أعدنا المروحيتين وفيها المعتقلين الذين اعتقلوا في تلك العملية. وكذلك طلبنا بتفجير الموقع الذي كانت قد تمت فيه العملية. ننتقل إلى الشريحة التالية. إذا هناك هجوم على الموقع كما ترون في الفيديو. هناك هذا التفجير الكبير الذي استهدف هذا الموقع الذي كان يوجد فيه البغدادي. كما ترون هنا المقارنة، ما كان يوجد قبل العملية وكيف أن العملية كانت معقدة وصعبة، لكنها نفذت بقدر عال من المهنية والحرفية. وبطبيعة الحال استخدمنا الكلاب البوليسية وساعدتنا في ذلك. وقبل أن أتحدث عن هذا الكلب، أود أن أحدثكم عن كيف أصبح موقع الذي كان يوجد فيه البغدادي، حيث أصبح أرضا دكا كما ترون هنا، وسوي بالأرض، سوي ذلك المبنى بالأرض. القوات الخاصة والتي فيها الكلاب البوليسية، هذه الكلاب تحمي المدنيين وتحمي القوات الهجومية لدينا وتلعب دورا كبيرا. هذا الكلب البوليسي كان جزءا من 25 عملية قتالية، وكان قد تعرض لتلك الكابلات الكهربائية، ولكنه عاد إلى نشاطه بعد تلك العملية بعد تنفيذها بنجاح. كما ترون الاستخبارات جمعت نتائج فحوص الحمض النووي، ووجدت أن تلك الجثة وما تبقى منها كانت متطابقة مع هوية أبو بكر البغدادي. وبطبيعة الحال كان هناك تحليلا إحصائيا أثبت بدقة أنه كان هناك تطابقا، ولذلك مع إعلان مقتل البغدادي لن ننسى أولئك الضحايا الذين تسبب بمقتلهم في 2014. وبعد ذلك سنواصل تركيزنا على هزم داعش، وسنظل حاذرين تجاه التهديدات من الإرهابيين الذين يهددوننا ويهددون حلفاءنا. كذلك أود أن أعبر عن امتناننا لكل من ساعدنا وتعاون معنا. أود أن أشكر
عبر شركائنا في الإدارة الأمريكية. هذا الأداء العالي من حيث مهنيته وكذلك تفاني القوات، قوات النخبة في هذا أمر عظيم يجب أن نفخر به. والآن يمكنكم طرح الأسئلة. مع موت البغدادي، هل يمكن أن تعطينا جوابا عن المرحلة المقبلة عندما تبدأ قوات داعش بالظهور مجددا الآن مع الانتقال إلى دير الزور؟ كيف ستواصلون مهمة محاربة داعش وكيف ستحمون تلك الحقول النفطية في سوريا؟ دعونا نبدأ بداعش. داعش هي ايديولوجيا، لذلك لا نتوهم انها ستضمحل وتفنى مع مقتل البغدادي. ستصمد وسيأخذ الامر منهم وقتا حتى يجدوا قائدا وزعيما لهم، وسيبقون خطيرين. نتوقع انهم سيقومون بعمليات انتقامية ونحن مستعدون للرد على ذلك، لكن علينا ان ندرك أيضا بما أن هذه أيديولوجية فإنه لا يمكن هزمها نهائيا، ولذلك قد يكون هناك ظهور لكيان أيديولوجي كداعش، كيان مماثل، وبطبيعة الحال نحن مستعدون للتعاطي مع أي كيان إرهابي في أي مكان في العالم، وقواتنا مستعدة ولها الجاهزية محاربة هذه الكيانات. لا نرى أي مستقبل دموي لهذه الكيانات الإرهابية، لأننا نعرف أن هذه الأيديولوجيات ستحارب دائما وستصبح أقل فاعلية مع الوقت. السؤال التالي عن دير الزور، كما قلت لكم داعش لن تتمكن من السيطرة على أي حقول نفطية في سوريا، ولذلك عبأنا وسيرنا قوات أمريكية إلى هناك لحماية تلك الحقول النفطية، وسنناقش الخطة بعيدة المدى وليس هذا مجال تفصيلها. كما قال وزير الدفاع، نحن سنبقى هناك في محيط الفرات وفي بعض القرى التي توجد فيها تلك الحقول النفطية. هل يمكن أن تؤكد لنا ما أحاط بمقتل البغدادي، تلك السجون التي كان فيها عناصر من داعش؟ أود أن أبدأ بالجزء الثاني. لن أخبركم بما فعلناه بعد تلك العملية خارج الموقع، لكن ما يمكن أن أقوله لكم هو أنه أخذ طفلين معه وبعد ذلك ردد كلمات على ما يبدو دينية، وبعد ذلك فجر نفسه وفجر سترته الناسفة. لذلك تخيل هذا الشخص الذي يقتل معه أطفالا، هل هناك أي قوات وإطلاق نار تم تبادلها خلال العملية بالقرب من مسرح العملية؟ لم تكن هناك قوات إضافية في داعش، نحن كنا واثقين من ذلك. هو ظل وقتا طويلا مختفيا ومتخفيا. كان هناك مقاتلون إرهابيون آخرون في المنطقة، وربما لم يكونوا يعرفون أنه هناك مختفي، ولذلك عندما حدثت العملية كان يعتقد المحيطون بأنه قد تكون هذه عملية روسية وقد تكون أمريكية، ولم يكونوا يعلمون أن الأمر يتعلق بمقتل للبغدادي هناك. تعلمون سيكون من الصعب أن نعرف كل التفاصيل، لكن لا نعرف بالتأكيد بأنهم عرفوا شيئا إلا بعد أن أعلن عنه. إذن بالنسبة لسوريا، هل هناك تغييرات ميدانية في الأسبوعين الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد تلك العملية التركية؟
جينيفر، نحن نختار الوقت واخترنا الوقت بناء على المعطيات التي لدينا وبناء على معلوماتنا اليقينية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات قادرة على الذهاب لأي مكان حتى لو كان المكان بعيدا، لذلك نحن نحدد بناء على معلوماتنا الاستخبارية وبناء على السياقات الميدانية نحدد حجم الانخراط والوجود الذي نختاره في سوريا أو غيرها. كان هناك 4 نساء وشخصان، هل هذا صحيح في ذلك الموقع؟ نعم. هل هناك أي معلومات أخرى بشأن النفق؟ كيف تم رصده؟ وهل تعرفون هوية الأطفال الذين أخذهم معه؟ وأحدهم كان عمره 12 سنة، هذا يمكن أن أؤكده لك. وأعتقد أن البغدادي ربما في لحظاته الأخيرة اختار أن يأخذ هذين الطفلين، وبطبيعة الحال هو شخص لم يتجاوب ولم نتوقع منه أن يتجاوب مع نداءات الاستسلام، ولذلك ربما لذلك فجر نفسه عبر تفجير سترته الناسفة. كما توقعنا نحن أعطيناه الفرصة للاستسلام، وكنا نتوقع أن يكون هناك نفق هناك، ولذلك أول شيء فعلناه هو أن نتعقب الأرضية وما تحتها، وكذلك حاولنا أن نعرف أي مخارج تكون مسدودة، ولذلك استخدمنا الكلاب البوليسية لمحاصرة المكان. الشيء الثاني هو أننا أنشأنا وجودا مطوقا للموقع من خلال قواتنا حتى نتعامل مع أي سيناريو. عندما تتعامل مع وضع كهذا يجب أن تنتبه إلى كل العناصر الموجودة ميدانيا، وأعتقد أن الفريق قام بعمل رائع. إذن سنأخذ بعض الأسئلة القليلة الإضافية وبعد ذلك ننتقل إلى المحور الثاني. هل تعتقدون أن ذلك الدعم المقدم من قوات سوريا الديمقراطية كان جيدا لتنفيذكم العملية؟ نعم، نحن نبقي علاقتنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونعم كانوا جزءا من تبادل المعلومات، لكن العملية الميدانية كانت عملية أمريكية صرفة. في حالة أسامة بن لادن في جلال أباد كان هناك فصل للمنزل الذي وجد فيه أسامة بن لادن عن الإنترنت وعن الاتصالات. بالنسبة لموقع البغدادي، هل كان يستخدم الإنترنت أم كان منقطعا عن الإنترنت والعالم الخارجي؟ سؤال جيد. أعتقد كأنه كان هناك نظام تراسل، كان هناك انقطاع عن الانترنت، لكن ليس هناك تفاصيل يمكننا أن نحيطها بكم في الوقت الحالي عدا ذلك. بالنسبة للمخبرين والمبلغين، الآن هناك أشخاص معتقلون لن أتحدث عنهم، وليس لدي أي إضافات أو تفاصيل عن هذا. شكرا جزيلا، نعتذر عن اختصار هذه الإحاطة، نشكركم جزيلا على أسئلتكم.